عايز بس الاول قبل ما اتكلم في بعض المواضيع الخاصه بالنادي الاهلي وايه اللي حصل في النادي الاهلي خلال اليومين اللي فاتوا. النهارده الحقيقه عايز اقول ان الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي البقاء لله، البقاء لله في وفاء في وفاه والده الكابتن خالد بيبو. النهارده الحقيقه صحينا الصبحيه على هذا الخبر، وفاتها المنيه في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، داعين المولى عز وجل ان يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قدم خالص العزاء للنجم خالد بيبو في وفاه المغفور لها والدته. الحقيقه طبعا والده خالد بيبو يعني زي امي بالظبط الحقيقه، لانه زي ما حضراتكم عارفين انا ليا صله كبيره جدا جدا بالنجم الكبير خالد بيبو من قبل حتى ما نكون متواجدين مع بعض في النادي الاهلي. فالسيده والده كابتن خالد بيبو قد ايه كانت ست جميله جدا وام زي بقيه الامهات الحقيقه، وماتت في وقت او توفت في وقت صعب جدا، او في وقت يعني في شهر رمضان، شهر رمضان اوله رحمه اوسطه مغفره واخره عتق من النار. ربنا يرحمها مره تانية ويصبر الكابتن خالد بيبو.